المدرب الأسباني الكبير بيب جوارديولا يرغب بقوة في ضم نجم دفاع المنتخب المغربي إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، فضلا وليس أمرا الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. اليوم ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وهي إحدى كبرى الصحف الإنجليزية في المجال الرياضي، بأن نادي مانشستر سيتي يرغبون بقوة في التعاقد مع مدافع المنتخب المغربي نايف أجرد. وبالفعل مسؤول نادي مانشستر سيتي بدأوا في محادثات رسمية مع نادي ويست هام من أجل ضم نجم دفاع الأسود. وذكرت ذات الصحيفة بأن نادي مانشستر سيتي على أتم الاستعداد لجعل نايف أجرد واحد من أغلى المدافعين عبر تاريخ كرة القدم بدفعهم لمبلغ يتجاوز 70 مليون جنيه استرليني. بيب جوارديولا في هذا الصدد أكد في تصريحه اليوم بأن نايف أجرد واحد من أفضل مدافعي العالم، يمتلك كل المميزات التي تجعله إضافة كبيرة لمانشستر سيتي، وسيكون في منتهى السعادة إذا حدثت الصفقة بنجاح. في نهاية الأمر هناك أكثر من عملاق أوروبي آخر بجانب مانشستر سيتي يرغبون في التعاقد مع وحش المنتخب المغربي في خط الدفاع نايف أجرد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيرا وليس آخرا نادي إنتر ميلان الإيطالي.